انتوا عاملين ايه؟ كويسين. انتوا بتحبوا الضحك ولا بتحبوا تكشروا؟ نضحك. انا بقى عايزاكم هنا تكشروا عشان الاوضه دي اسمها ممنوع الضحك. يعني كده لا نكشر كده. تعرفوا تكشروا؟ وروني كده التكشيره. تعالوا نبتدي باول تحدي. تعرفوا تنفخوا البلالين؟ اه. طيب بص، ده ولا الاحمر؟ احمر. الاحمر، خد الاحمر. لكن اسمع تربطها. مش لازم، لا احنا عايزين ننفخها لحد ما تفرقع، واللي بلنته هتفرقع الاول هو اللي هيكسب. ماشي. يلا 1 2 3 ابتدي. حاولي حاولي. حاول حاول. يلا اسرع. برافو يا ادب. يلا يا مايا، ادب هيكسبك كده. لا انا عايزه البنت تبقى قويه. خدي يا مايا. طب انت كملي على دي. خدي كملي على دي. انا هخلي التحدي ده بينكم انتوا الاثنين. يلا هشوف مين فيكم الاسرع. يلا ادب. يلا 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 ادب. هي اللي كسبت. يلا انت اللي خسرت، يبقى انا وهي هنرشح. 1 2 ايه ده؟ ايه الحق اللي وراك ده؟ ايه ده؟ يلا رشي رشي رشي. يلا التحدي التاني، مين فيكم بيعرف يعمل وشوش بتضحك؟ انا. انت اللي هتبتدي لانك انت الخسران. خلاص يلا. وبعدين افتح، قول 1 2 3 وافتح كده ضحكني. يلا 1 2 3 1 2. انت بقى دورك عشان تحاولي تضحكيني. يلا احنا دلوقتي. اجيب لكم انتوا الاثنين عصير وهشوف مين فيكم اللي هيخسر، واللي هيخسر هو اللي هياكل اكتر حاجه بيكرهها. اوكي ماشي. 1 2 3 ابتدي. استوب. انا اللي كسب. لا اصل انت دلق. لا ما دلقتش. استوب. كلنا كوبايتنا كانت قد بعض. استوب كده، انتوا الاثنين خسرتوا. استوب. يبقى انتوا الاثنين هتاكلوا اكتر اكل ما بتحبوهوش. خلاص انتوا الاثنين بقى هتاكلوا دلوقتي. هعمل سباق، اللي هياكل معلقتين اسرع هو اللي هيكسب. يلا 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 بسرعه. يلا لا حط في المعلقه، انا شايفاك. يلا اخر. يلا يلا اخر مره. طعمها حلوة؟ حلوة قوي؟ عجبك يعني؟ حبيت؟ كده مايا هي اللي أكلت أكتر، يبقى هي اللي كسبت. كسبانة عليك. تحاول تقلد لي مايا كده؟ خلاص. أيوة خلاص، إحنا كلنا هنضحك بقى دلوقتي عشان أنتوا الاتنين خلاص كسبتوا، وأنا هشوفكوا في المرحلة اللي جاية. اوكي اوكي باي باي. برافو عليكم شاطرين. باي. عايزه اقول لك مبروك، انت كسبت معانا وطلعت بالمركز الاول. بص انا اخترعت جهاز بيخلي الحيوانات تتكلم. بجد؟ اه. وهو ده الجهاز. كيف هيتكلم؟ انت عمرك كلمت حيوانات؟ لا. انا كنت عارفه ان انا اول واحده اخترع الجهاز ده، هخليه دلوقتي يكلمك. بس اوعى تقول لحد. ماشي ماشي. ارنوبي. ايوه. ك
بكلم احمد صاحبي، هو ده صاحبي اللي انا قلت لك عليه اللي فاز النهارده. ايه يا محمد عامل ايه؟ كويس. اخبارك ايه؟ الحمد لله. وحشني. وانت كمان. اتكلم معاه بقى اقول له حاسس بايه دلوقتي كده. حاسس بايه دلوقتي؟ انا حاسس ببرد. اكون حاسس بايه يعني؟ انت شايفني قاعد لابس فرو بس الدنيا برد. هقوم اجيب له حاجه تدفيه، خلي بالك منه والنبي. ماشي، لو عايز اي حاجه ولا عايز يعمل بيبي ولا حاجه قول لي او اعملها له انت. ماشي، بس خلي بالك منه، اوعى تزعق له ولا تزعله. ماشي. ايه يا ابو حميد؟ الو. في سنه كام؟ في برايمري 1. بقول لك ايه، قبل ما هي تجيب لي حاجه تدفيني، بتعرف تغني؟ هي الاغنيه لها علاقه بالدفى. ايوه يا عم، قاعدين بنتسلى واحنا قاعدين مع بعض. ممكن تغني لي اي حاجه بخصوص السنه الجديده؟ تعرف تفصل؟ اسكت شويه، انا صدعت منك. الله، ممكن تغني لي ميري كريسمس؟ خلاص. طب يلا انا قاعد مستنيك. اسكت اسكت. يلا غني لي. طيب الله. اسكت بقى. طب مش هي وصيتك قبل ما تمشي ان انت لو انا طلبت منك اي حاجه تعملها لي؟ طب اوسكت تغني لي. اوسكت اهو. هتسمعني سكتك؟ انت عايزك تسكت، مش عايز اسمعك تاني. تعال اقول لك بس على حاجه. لا مش هجيلك. انا ما انتش عايز تفصل، مش هجيلك. يا استاذ شيء. خلاص بقى. انا هنادي على استاذ شيء بقى يشوف لي حل. خلاص. يا استاذ شيء شو؟ ايوه حبيبي. انا هيجيلي كده في سجاير تحت بعض. خلاني اصدع. خلاك ايه؟ اصدع. الواد ده كان عايز يخطفني. لا. الواد ده كان عايز يخطفني. اقسم بالله لا. لا. اقسم بالله لا. اخرس، مش عايز اسمع اكتر من كده. خلاص اقسم بالله لا. مش هقدر اتخيل اللي حصل. اقسم بالله لا. ليه كده يا انا عمري ما عملت. اسكت اسكت انت يا ارنوب دلوقتي خالص. يا ابو حميد، يا ابو حميد هكلمك تاني. عملت له ايه يا صداع؟ انت عشان انا خليتك تتكلم هتقعد تدوشني انا في دماغنا؟ ما انا كنت بلعب معايا. الله، لا ده واضح ان دماغه لسعت خالص، شكلي زودت الكهرباء. تن يا مشاكل. بلاش مشاكل. خد اعمله لي ملوخيه. ملوخيه ولا تقليه؟ ده بيقلش. شوف ده مجنون ده ولا ايه؟ جدا. يلا معلش. عموما يا احمد انا عايزه اقول لك ان انت كسبت معانا، بس عايزه اقول لك ان انت جالك اعلان كبير قوي، وفي مخرج بعت لك حاجات علشان تختار منها. ماشي، بعت لك هدية وبعت لك شنطة فلوس. شنطة الفلوس دي بص فيها فلوس قد ايه. اقعد مكانك، اقعد مكانك. دي بص قدامك حاجة من اتنين، يا تختار شنطة الفلوس دي يا تختار العلبة دي باللي فيها. ممكن يطلع فيها مفتاح عربية، مفتاح فيلا، مفتاح شقة، يطلع اللي يطلع. تختار ايه؟ بصراحة الفلوس. خلاص ماشي، انا هدي لك الفلوس عشان تجيب بيها حاجات حلوة وتعمل بيها كل اللي انت عايزه. ماشي، خد بقى الفلوس اهي، الشنطة اهي، خدها كلها وحلال عليه. هو ده ورقة ده ولا ايه؟ شفت بقى، مش انا قلت لك تاخد الهديه؟ خلاص هاخد الهديه. لا خلاص، بعد ايه انت اخترت واللي كان انت قلت الاول اللي هي ورقه. ما انا كنت عايزه اشوف انت هتختار ايه. هختار الهديه. خلاص للاسف فات الاوان، لان الهديه كانت مفتاحين، مفتاح شقه ومفتاح عربيه. شفت بقى وانا قعدت اقول لك. مفتاح؟ ايوه، جواها مفاتيح. يعني كل ده مفاتيح؟ مفتاح اتنين بس. ايوه، ما انا عامله لك بقى دي عشان خاطر اخمك. هي اصلا جوه في جيتار، والجيتار متعلق فيه مفتاحين، مفتاح شقه ومفتاح فيلا ومفتاح عربيه. شفت بقى انت طمعت في الفلوس، بس عموما عشان انا بحبك هدي لك الهديه دي عشان تاخدها وتروح. مبسوط؟ مبسوط قوي ولا نص نص؟ قوي قوي قوي. وانا كمان مبسوطه ان انت كنت معانا النهارده وبحبك قوي. ماشي، بتحبني وانا بحبك قوي. يلا باي باي. باي باي.
طبعا يا استاذ محمد انا عايزه ارحب بحضرتك جدا، وعايزه اقول لك ان انت نورتني، وان ياسين ده احلى طفل في العالم، ما شاء الله ذكي جدا غير الاخلاق المصريه الاصيله، مش قادره اقول لك يعني. وانا عايزه اقول لك ان ابن حضرتك يعني انبسط معانا النهارده اخر انبساط، انت شفت طبعا دلع دلع يعني. بص مفيش حاجه خلاص، مفيش على الحجر غيره، مش كده يا ياسين؟ صح. فعايزه اقول بقى لحضرتك دلوقتي ان احنا هنعمل لك اختبار بسيط عشان لازم نطمن ان الطفل النابغه بتاعنا ده موجود في بيئه محيطه بيه مناسبه ليه. اوكي طبعا. انت عارف ابنك ولا لا؟ عارفه طبعا. عارفه كويس طبعا. ادي الكلام ده طبعا. هنشوف. يلا دلوقتي ياسين حط السماعات واستمتع بالمزيكا عشان هتكلم انا وبابا شوي، ماشي؟ وبعدين هنرجع لك على طول. ياسين ياسين دلوقتي يا استاذ محمد انا ما صدقت ان جت لي الفرصه ان حضرتك طبعا انا وانت لوحدينا. ها ها هاي استاذ محمد، مش هسالك بقى اسئله وحضرتك بقى ترد عليا. اوكي ماشي. معلش اسال حضرتك بس سؤال قبل الاسئله وبعيد عن الاسئله، هو يعني في كم شعر بيض عند حضرتك؟ يعني بحب قوي انا الحاجات دي. شعرك كله ابيض؟ ايه شعرك كله ابيض؟ شعرك كله ابيض تمام. ده انا بحب قوي الشعر يا لهوي. ممكن حضرتك تقول لي ايه اكتر اكله بيحبها؟ ياكل الكفته. الايه؟ كفته. الكفته؟ وحضرتك؟ انا اكله ليه يعني انا؟ اكل حاجه بتحبها؟ ممكن مكرونه عيني. اعمل لك المكرونه عيني من عندي قبل دي. دلوقتي هنبتدي نسال ياسين، نشوف نفس الاسئله. ياسين 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 بصونا يا حبيبي. بصي يا حبيبي هسالك اسئله انا سالتها لبابا، اوكي؟ وعايزاك تجاوب علشان نشوف الاجابات بتاعتكم متطابقه ولا في خطا ما، اوكي؟ يلا بسرعه. اكلتك المفضله؟ كفته. برافو. اكتر لعبه بتحبها؟ الكوره. برافو. بتشجع مين؟ فريق كوره؟ محمد صلاح. برافو. وفريقك المفضل؟ اهلي. برافو. اكتر كرتون بتحبه؟ توم وجيري. برافو. اكتر فنان بتحبه؟ محمد. ايوه محمد مارادونا. محمد مارادونا. برافو. ثقه في الله رقم واحد. حبك يا اسطوره. مش محتاجين نكمل الاجابات ما دام عديتوا النسبه وتناسب ما بين 10 ل 20، فانتوا كده كده فايزين. ودلوقتي هتقدر تغير شكل باباك على قد ما انت عايز، ودي هي الجايزه بتاعتك. هوريك دلوقتي ثلاث اشكال انت بتحس ان ايه الحاجه اللي ممكن نغيرها في شكل باباك. بص معايا كده، بص كده. شايف؟ طب خد يا حبيبي انت اختار بنفسك. خد شوف كده، اختار اللبس ايه المناسب لباباك وقول لي انا عايز ده يا طنط شوشو. انا حاسه ان الاحمر ده، بما انك بتحب اللون الاحمر صح؟ نجيب له الطقم ده. خلاص تمام. طيب اتفضل دلوقتي يا استاذ محمد، اقفل الكتاب ده وحطه وراك. اتفضل يا استاذ محمد، بس معايا حضرتك هتدخل هنا في الجهاز ده. هنا حضرتك، هنا 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 حضرتك هنا. ايوه افتح الباب ده، اقفل بقى وراك وامسك الباب لحد ما، ايوه امسكه بقى من جوه كده الباب، امسكه. لا شده على حضرتك عشان بس يغير لك الطعم. قوم يا ياسين دوس يا حبيبي على الزرار ده، دوس على الاحمر بقى، حاول تدوس على الاحمر. معلش دوس. طب انت طايل ايه؟ طايل ايه؟ انا طايل الاخضر والازرق. طب دوس كده على الازرق يمكن يعمل احمر. يلا طب دوس على البصمه اللي تحتيه، افضل دايس على البصمه دي. لا 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 مش دي، يا لهوي انت دوست على دي. علي انت كده ممكن تغير له شكله خالص. يا ساتر استر يا رب، ده ممكن شنبه يطير. يا ساتر استر يا رب. طب هنعمل ايه؟ طب نفتح كده نشوف. طب اقعد بس، اقعد اقعد بس، وهو هيطلع لما يستوي. غمض عينيك كده ان شاء الله يطلع لك بالطقم الجديد. اطلع يا استاذ محمد. يا ابو ياسين يا حبيبي. ازيك يا ياسين؟ يا حبيبي. أنا أبوك يا ياسين، غيرت لي الشنب يا ياسين. أنا أبوك. تعال يا ياسين يا حبيبي. يا حبيبي. حبيبي يا ياسين يا ابني. يا حبيبي مبروك عليك. ياسين.
فرحان ببابا الجديد يا حبيبي؟ احضني يا سيدي. احضني بقى خد الحنان. طب بقول لك ايه يا سيدي؟ الشكل ده احلى صح؟ لا. لا ليه؟ الشكل التاني احلى. لا الشكل التاني كان فيه شويه شعر ابيض احنا سببناه. الشكل التاني. الشكل لا هو ده باباك ده ما بيرجعش خلاص. البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل. يلا يا حبيبي. يلا بينا يا سين يا حبيبي. ايوه يا حبيبي خدوا وروحوا يلا. باي باي. باي باي. باي مع السلامه يا استاذ محمد. استاذ ما هو ده ابوك يا حبيبي.